هذا سائل يقول: من منع من دخول مكة في الحج بسبب عدم استخراج تصريح الحج ولبس ثوبه وعزم على الصلاة بالحرم والطواف، وبدا له بعد ذلك أن يحرم للحج، فهل له أن يحرم دون المواقيت؟ هو مار على الميقات، لازم يرجع للميقات ويحرم منه، يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه. نعم.